من يومي مظلومة. نزلتوا على شنكل. شيرين عبد الوهاب أكتر من 20 سنة على القمة. طبعا أخليه غير عليا. اللي بيشوف وضع شيرين وأزماتها حالياً ما يقولش إن هي شيرين نفسها اللي من سنة 2000 لحد النهاردة، وهي بتنجح مرة بعد مرة بأغانيها وإطلالاتها وضحكتها على المسرح. فما بتعديش حفلة لشيرين من غير ما تهرج مع الجمهور وتضحكهم. وبتنور أي مسرح بتكون فيه بروحها الحلوة وعفويتها وقلبها الطيب، وأكيد بأغانيها اللي بترقص عليهم مع فانزاتها. وخلال حوالي 20 سنة شيرين غنت في كل المهرجانات الكبيرة، بعلبك في لبنان، جرش في الأردن، قرطاش في تونس، موازين في المغرب، وموسم الرياض في السعودية. وكان في محطات نجاح ما ننساهاش لشيرين، لما خلت كل الوطن العربي يرقص على أغنية آيا ليل في 2002. وصبري قليل سنة 2003. أنا لا جاي أقولك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل. وقدرت تخلي الكل يبكي ويحب بأغاني زي ما تحاسبنيش في 2009. ما تحاسبنيش على ذنب عملته أنت يا حبيبي، وما تلومنيش. ومشاعر اللي كانت تتر مسلسل حكاية حياة في 2013. والعالم العربي كله عشاها لما غنت لبناني لأول مرة مع يا بتفكر يا بتحس. يا بتفكر يا بتحس لما فيك توقف بالنص. وبدأ جمهور شيرين يتعلق بيها أكتر ويكتشفوا شخصيتها عن قرب لما كانت في لجنة تحكيم برنامج The Voice خلال 3 مواسم بدأتهم سنة 2012. مبروك عليكي أنا. ها؟ العراق السنة دي كلهم حلوين. العراقين ولاد حلوين قوي. ليه عندك شك؟ يعني عندك شك؟ ده غير برنامجها شير ستوديو في 2017 اللي كشف لنا عن جانب خفيف دم ومضحك من شيرين بكلامها وسهراتها مع الفنانين. تقدري تخلي عينه في دماغه؟ طبعا اخليه غير عليا. وشيرين ما سابتش مجال ما نجحتش فيه، حتى التمثيل اللي فاجئتنا بموهبتها فيه في مسلسل طريقي اللي كان من بطولتها سنة 2015. من يومي مظلومة، من يومي محرومه.